السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم طبعا الحديث سيكون عن المليونية التي شهدتها ساحات التظاهر في مختلف المحافظات العراقية، وأعداد غفيرة وكبيرة جدا من المتظاهرين، من الطلبة، من النساء، من رجال العراق، شاركوا في هذه المليونية، وحقيقة أبهرت الجميع وحققت المراد منها بهذه الأعداد الغفيرة التي وصلت. وطبعا كان الشعار أو عدة شعارات رفعت هي إسقاط العملية السياسية، إسقاط هذا النظام، رحيل هذه الأحزاب الفاسدة، ورفض حكومة، بالطبع حكومة محمد توفيق علاوي، المكلفة من قبل هذه الأحزاب التي يصفها العراقيون بالفاسدة. طبعا نود أن نعرض لحضراتكم بعض المقاطع عن هذه الأعداد الغفيرة والكبيرة والمشاركة الفعالة جدا من الطلبة، من العراقيين بكافة شرائحهم ومختلف أطيافهم وكافة أعمارهم. فنشاهد من ساحة التحرير في العاصمة بغداد وتوافد أعداد كبيرة جدا من المتظاهرين، فنشاهد. طبعا طلبة الأقسام الداخلية في جامعة المستنصرية ببغداد أعلنوا دعمهم المطلق لثورة تشرين الداعية لإسقاط النظام، فلنشاهد. الأقسام الداخلية جامعة المستنصرية كلية الهندسة طبعا أبناء المحافظات الجنوبية وصلوا توافدهم إلى ساحة التحرير وساحات التظاهر في العاصمة بغداد لدعم ثورة تشرين وللمشاركة في مليونية 25 من شباط، فنشاهد هذا المقطع. نرحب بأخوتنا أهل السماوات، على رأس على رأس وضع مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات من حضراتكم لإعطائنا رأيكم بمليونية اليوم 25 من شباط، وكذلك لماذا يستمر هذا القمع الحكومي تجاه المتظاهرين؟ 3 شهداء وأكثر من 20 جريح سقطوا اليوم جراء الاعتداء وجراء القمع الحكومي والميليشياوي للمتظاهرين السلميين في ساحات التظاهر. أحمد من الدنمارك، تفضل يا أحمد. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي محمد، حبيت أحكيكم قصة صغيرة اليوم. نعم. اليوم التقيت بأحد الأصدقاء اللي رجع من بغداد قبل يومين. نعم. وكان 19 يوم من مجموع 30 يوم هو في ساحات الاعتصام، في ساحات التحرير. نعم. ورحت عليه قابلته اليوم، شفته اليوم الصبح. نعم. وردت أعرف منه إيش كان دا يصير حقيقة هناك بالتحرير. قلت له معقولة صدق هذا الشيء اللي دا نشوفه؟ يعني هل هذا، قال لي هذا اللي دا تشوفوه لا شيء بالمقارنة بالحقيقة. من يا ناحية تقصد يا أحمد؟ يعني من ناحية الوحشية اللي يعاملوهم بيها. نعم. يقول جماعة القبعات الزرق، يقول لي هذول يدخلون على الخيام وحدة وحدة. نعم. ويهددوهم بأن ما يجيبون اسم السيد. قال لي من يمشون من يمك يباعون عليك كأنك يردون ياكلوك. نعم.
يقول أنا ياما وياما يعني يعني هو ما يريد يلتحم وياهم لأن هو رجل كبير في السن. نعم. ويخاف على نفسه لكن يريد يشوف إيش يصير. نعم. يقول من تصير الدخانيات يقول كل يتنصير عجاز نظل مقحقة. نعم. حكالي أشياء والله العظيم دموعي سكتكت وهو يتكلم الأستاذ هذا. ليش هذا الحقد اللي شايلته يعني هاي العصابات وهاي الميليشيات تجاه الناس يا أحمد؟ نعم. ليش هذا الحقد وهاي الكراهيه؟ تقول حضرتك انه يباعون علينا بنظره يريدون ياكلونه، هذا هاي الحقد وهاي الكراهيه اللي شايليها ليش؟ شنو السبب؟ شنو اللي سواه المتظاهرون تجاه القبعات الزرق هاي الميليشيات او غيرهم؟ هو نفسه ما يعرف، هو يناقشهم، هو يناقش الناس اللي من قرايبه من القبعات الزرق، هو الاخ من اخواننا الشيعه. يقول لا. يا أخي شنو أنا شنو اللي سويته؟ دولة شنو اللي سووا؟ دولة عراقيين، دولة رافعين علم عراقي. نعم. يعني إيش تردوا منهم؟ يقول لا يهينون السيد. نعم. يعني هاي ما عندهم منطق على وش يأتون يعني شنو يأتون؟ يبررون كل أفعالهم بالسيد. البارحة. بالضبط البارحة أو أول البارحة واحد خابر رأسا يقول أنتوا شنو بالله قال هذا اللي اتصل بتاعي يقول انتو وهابية. على اي اساس تقول هالكلام انت؟ نعم. شنو اللي لو فرضنا وهابي انت رافع العلم العراق. نعم. سواء شيوعي وهابي قومي بحثي اي شيء انت هدفك العراق. نعم. انت تريد تنظف العراق من هالزبالة اللي حاسمينه صار لهم 14 سنة. نعم. شي همك انت اني منو؟ أنا ممكن أكون كافر، ممكن أكون متدين، أنا ممكن أكون مسلم، ممكن أكون مسيحي، أنت شعلي. نعم. هذا الشيء اللي داخل بقلبي وحبيت أحكي. شكرا جزيلا لك يا أحمد وشكرا للمشاركة معنا. السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وحيي هاي المتظاهرين الذي لا يخفيهم مطر ولا برد ولا أي شيء، وإنما يتظاهرون بكل قوة وكل حب للوطن. نعم. وكل حب وإرادة قوية، وإن شاء الله الله يحميهم من هذول الأوباش اللي إجونا. نعم. من مقتدى إلى هادي إلى الخزعلي إلى هذول، إن شاء الله تجيهم أنت يا الخزعلي وأنت يا هادي وأنت يا مقتدى، إن شاء الله المرض كورونا يجي عليكم ويقتلكم قتل إن شاء الله إن شاء الله، مثل ما تكتبون هالشباب الحلوة، هاي الشباب راح تظل منتصرة إن شاء الله منتصرين، وهذول السياسيين ما يردون هذول الشعب دا يقتلوهم لأنهم مناصبهم تخرب، لأنهم هم قاعدين المناصب ومستفيدين من بقية من إيران من دول عربية اللي مجاورتهم عندهم مناقصات عندهم من كل الجهات، هم شلون ينطوها؟ مو المالكي دائما يقول احنا خذناها شلون ننطيها؟ فهذا هو هذا هو بلاءهم، وان شاء الله البلاء اللي يجي على ايران يجي على هذول اللي ذيول ايران ان شاء الله يا رب. شكرا. والنصر والقوه والاراده لهذول الاطفال هذول المتظاهرين ان شاء الله. نعم يا مزار، اشكرك للمشاركه، شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا الكرام، المحافظات الجنوبيه كانت فيها مشاركه كبيره جدا حقيقه من المظاهرات، وسيكون من الظلم إن عرضنا مقطعا لإحداها أن لا نعرض البقية، فحقيقة إن شاء الله سنعرض كل المقاطع عن المحافظات الجنوبية. نبدأ من البصرة، تظاهرات حاشدة للمشاركة في مليونية 25 إشباط، فنشاهد أهالي البصرة وهم يشاركون في هذه المليونية. معنا السيد محمد من هولندا، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، قناتكم الكريمة. حياك الله، أهلا وسهلا.
مبارك بثورتنا العظيمة باستمرار رغم البريد والفيروسات و... نعم الله يحميهم شعبنا إن شاء الله إن شاء الله من هذا الفيروس اللعين إن شاء الله. وإحنا ما يصير نشمت يعني المرض ماكو شماتة يا أخي محمد يعني نعم اللهم لا شماتة نعم هو الوباء يعني جاي على الكل صحيح. بس اللي استغربه إنه وزارة الصحة من البداية ما سووا يعني أي إجراءات نعم بدليل دخلوا مسافرين من إيران دخلوا العراق يعني بالأول إيش سووا المرض نعم يعني ما سووا أي إجراءات حاليا دخل المرض يعني ولو قلة نعم بس لازم نتبع الإجراءات الصحية شعبنا لازم هم رافضين يسدون الحدود مع إيران يا سيد محمد عفوا رافضين يسدون الحدود مع إيران يعني هيئة الطيران مددت يعني الحكومة مددت 15 يوم الحدود اي وكل شيء إيران إيران شيء بالنسبة لهم شيء مقدس حتى الشعب كله يموت المهم إيران يكون راضي هذا الشيء واقع نعم والله طلع مبتدع علينا حكي ما يعرف يحكي يا أخي إنسان أمه ما يعرف يحكي أجردانهم شنو أجردانهم يعني شارع طلع قناة الشرقية شارع صحفي ليش يعني تلجيت قبعات الزرق يعني تجد قبعات الزرق حتى جرذانهم يعني بس بس فقط. بس نقول يا محمد نقول مو من مصلحة المتظاهرين انه يطلع مقتدى الصدر ويفضح نفسه بهاي الطريقة ويعترف انه هو اللي مشارك بكل الحكومة ويقول انا اللي اسست كثير من الحكومات او مشارك بها بشكل مباشر او غير مباشر ويعترف انه جيش المهدي وجرائم جيش المهدي بشكل حتى لو غير مباشر يعني هاي ايضا الا تخدم الثورة الا تكشف حقيقة هذا الشخص اكيد ربك فضحك اخي محمد يعني الله فضحه يعني على شيء رباني طلع انسان جان ما يعرف يحكي يا اخي ويهدد ومبينه هو قتل المظاهرين هو اصاباته يعني شغله مبينه التهديد مالته وفرك اذانهم يسمعون كلامي يعني ما يعرف يحكي ما تهدد منه شيء وفي الاخير يقول المتظاهرين سووا اللي انا ما قدرت اسويه يعني متقلب حتى بالحكي مالته يعني ثم ما أطلع عليكم تحياتك أخي محمد شكرا جزيلا لك يا محمد كنت معنا من هولندا سيد أبو طه من فنلندا تفضل يا أبو طه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونك حبيبي محمد حياك الله أهلا وسهلا حبيبي محمد وضعكم عن المتظاهرين اليوم وعن نعم السياسيين الموجودين وقبعات نعم مقتدى الصدر وغيره نعم عني دولة ناس تعبانين حرامية مجرمين يعني نعم. الشعب العراقي صار لهم من سقط نظام حد الآن يكتلون به نعم وناس ورا مقتدى وناس ورا غيره عني دول مجرمين والله الشعب العراقي مظلوم واقع تلب هالمجرمين دول نعم مقتدى ولا غير مقتدى مقبعات القبعات الزرق ما اعرف قبعات ايش هذول هم اصلا بتاع قسم المظاهرين وجماعته بس العتب اللي على المتظاهرين اللي موجودين اللي تابعين لهالشخص هذا نعم لان هالشخص هذا هو اللي دمر البلد وهو وجماعته دمروا البلد ومو دمر البلد مقتدى الصدر هذا العامري قيس القزعلي نعم. والمالكي وشلته نعم فما طول هم صامدين السعينة وصار دفعنا ضحايا بالمظاهرات شباب الحلوه فنرجو من المتظاهرين يظلون صامدين ولا يمشون وراء جماعة مقتدى ولا غير مقتدى. بس نخلص من إيه الفيروس هذا اللي موجود بالمنطقة الخضراء. إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو طه. إن شاء الله. أنا أشكرك للمشاركة سيد أبو طه كنت معنا من فنلندا. طبعا محافظة ميسان أيضا شهدت تظاهرات حاشدة دعم لمليونية 25 من شباط فنشاهد. معنا الآن سيد خليفة من تونس تفضل يا خليفة حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي حياكم الله أهلا وسهلا تفضل إن شاء الله بقدرة الله إن شاء الله سبحانه إن شاء الله بقدرة الله إن شاء الله أمور تفرح أمور وقت نشوف المليونية في العمارة وفي البصرة وفي
في المناطق اللي هم معانا اخوان الشيعه ويتحركوا ضد الاجماع الخائنين هذوما جايين انصار ايران هذوما الماكي الهيكي ولا الصدر ولا غيرهم. نعم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. صحيح. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. يا جماعة المنطقة الخضراء هذوما اللي محاصرين الواحد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى النهاية قريبة كما روكا كما في تونس وكما في ليبيا ومصر ما ضربوا في الآخر هربوا. نعم إن شاء الله بإذن الله النصر قريب إن شاء الله وربي إن شاء الله نطلب ربي إن شاء الله نحن القلوب معنا قلوبنا معاكم وقاعدين نتبعوا لأن القضية تهمنا تهم الأمة الكل لأن العراق هي القلب النابض للأمة العربية والإسلامية وإذا غاب العراق وقت الغاب العراق شفت الأمة وقت الغاب العراق وغاب الدور العراقي الأمة الإسلامية الأمة العربية شو قافها العرب شو قافها تدمروا كلهم تدمروا وما عادوا وتشتتوا أشتات الشعاب وشفت القضية الفلسطينية غابت العراق غابت الأمة فلذا نحن إن شاء الله نطلب ربي إن شاء الله ما الفئة الباغية ثم الفئة الظالمة ثم الماكي وجماعته والصدر يقول نسمع به نخبه نسمع بقرة في الأخبار بكر يقول نطالب المتظاهرين باش ما يتظاهروش يبعدوا من كورونا شنو أنتم كورونا هم جماعة نتاع الجماعة اللي في المنطقة الخضراء هم كورونا بداية هم كورونا المرض ما يضرش العراقيين كما ذرهم مقتدى الصدر والماكي والجعفري وعلاوي ومن سار على دربهم. نعم فلذا إن شاء الله بإذن الله الصبر عندنا مثل في تونس يقول الدوام يقود الرخام ان شاء الله نحن بزاد باذن الله الدوام يقود الرخام ان شاء الله لانه انا قاعد نتبع في الشاشه وقاعد نتبع في الاخبار ديما انا من عشاق الرافدين من حياه الدكتور رحمه الله حارث الزهري وجماعه من قبل ديما نتبع الرافدين لاني نحسها بكوني قناه عربيه وقناه معتدله وسطيه بما تبوا فيها ان شاء الله باذن الله نسمو كل الخير وان شاء الله على قريب نسمو بهم هربوا لايران ولو انهم ما يهربوش لايران خاطر هم مسكين بالدنيا وايران فيها كورونا ان شاء الله يهربوا نسمو بهم نهار من يوم من الايام نفروا نسمو نقولوا جماعه هربت وهزت وان شاء الله العراقيين الاحرار الطيبين البهين الرجال اللي نعرفوهم كما قاد الدم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هم اللي يحكموا البلاد وإن شاء الله ترجع العراق للأمة إن شاء الله أنا أشكرك العراق. نعم سيد خليفة أنا أكتفي معك بهذا القدر وبارك الله فيك على هذه المشاعر الطيبة وشكر جزيل لك للمشاركة وحقيقة نفرح كثيرا عندما نسمع هذه الاتصالات من الأشقاء العرب وهم يساندون ويؤازرون ثورة العراقيين ويؤازرون العراقيين في وضعهم الحالي في المحن ووقت الشدائد يعني هذا حقيقة يعطي دافعا معنويا كبيرا جدا للمتظاهرين في الساحات للثوار في كافة المحافظات وللعراقيين بشكل عام. طبعا نبقى مع المقاطع حقيقة أهالي محافظة ذي قار أيضا خرجوا بتظاهرة مليونية أو بتظاهرة حاشدة دعما لمليونية 25 من شباط فنشاهد. معنا السيد عمر من بغداد تفضل يا عمر قمر عفوا قمر وليس عمر قمر تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اليوم موضوعكم عن المليونين نعم انه هي خطوة وان كل فترة يطلع تظاهر كل حلوة وضرورة هذا الوقت ضرورة على هذا الوقت في بغداد ضروري ان يطلعون يظاهرون على هذا الوضع اللي احنا فيه وفرص الجامعات نعم السيارات واللي طالب يوقفونها ما له حق كل المواطن العراقي يتابع عن هاي نعم اكو ناس بالشوارع اكو ناس ما عندهم دار اطفال متعلقه وكذا يعني كل مواطن يتظاهر بوجود نعم
نعم. وأنا أدخل قناة على موضوع اليوم. نعم. شكرا جزيلا لك سيدة قمر، كنت معنا من بغداد. أحد، من الواضح جدا أنه أحد أنصار التيار الصدري، ووضع على صفحته الشخصية على حسابه على واتساب صورة مقتدى الصدر، سباب وشتائم بشكل حقيقة يعني معيب جدا، يشتمني شخصيا طبعا أيضا بشتائم غير لائقة، ويتساءل ليش تحجون على السيد. عندنا مقاطع لمقتدى الصدر في لقائه الأخير على إحدى القنوات التلفزيونية، ودعونا نشاهد مع حضراتكم هذه المقاطع التي تثبت للعراقيين، وأثبتت حقيقة، الحقيقة موجودة، لكن لبعض المشككين أو لبعض الحائرين في هذا الشخص بسبب تصريحاته، هذه تأكيدات منه شخصيا كيف يتعامل مع المتظاهرين، وكيف أنه طرف أساسي في هذه العملية السياسية منذ يومها الأول في العراق بعد الاحتلال. يقول طبعا أنه في نبرة شديدة جدا حقيقة أعلن عدائه الصريح للثوار في حال قيامهم بقطع الطرق وحرق الإطارات أو تكرار حادثة ساحة الوثبة في كانون الأول الماضي التي قامت الميليشيات بالترويج لها واستغلالها للتشويه صورة على أساس أنه طفل 13 سنة عمره وتم شنقه أو التمثيل بجثته في ساحة الوثبة، بينما الحقيقة هو أحد عناصر الميليشيات. وأظهرنا المقطع لحضراتكم كيف قتلته قوات تدخل السريع، وكيف أو قوات الحكومية اشتبك معها وقتل، وأدى إلى استشهاد 5 متظاهرين عراقيين. نتابع مع حضراتكم هذا المقطع الذي يطالب به الصدر بالتوقف عن الإضراب العام، ويقول بأن الميليشيا القبعات الزرق لا تزال فعالة في الساحات، فنشاهد. أثر بي جدا الصلب مال ساحة الوثبة. طيب. ولا تقول لي تعامل فردي. كان جواب ال 500 واحد 1000 واحد جوا هذا ويصيحون ويهتفون. وهذا سابقة خطيرة جدا. لا يجب أن تتكرر، وإذا تكررت قد أعلن عدائي للثوار. يعني أقولها صراحة. الحرق وقطع الطرق حتى من نزلنا أضرب عن العمل أضرب عن كذا يوم يومين شهر شهرين كافي سويت توصلت رسالتك. لا ما سحبناهم، بس قلنا لهم راح نأمر بالانسحاب بس لا تنسحبوا. بس ما انسحبوا. ما انسحب. إيش بس شوية قلت لك جرت إذن ما انسحب. يعني هم بالحقيقة بقوا ما انسحبوا. سرّان قلنا لهم بقوا. شوية إيش طلعنا كم واحد والبقية حتى صوريا. ألم يعلن مقتدى الصدر حل ميليشيا القبعات الزرق؟ ماذا يعني من حديثه أنهم باقون بالساحات؟ قلنا لهم اطلعوا شوية وجرت إذن، ويعلن عدائه الشديد. طبعا ما لا يفهمه مقتدى الصدر أنه وفق القانون الدولي الإنساني كذلك، أن حقوق الإنسان وخاصة التظاهر السلمي من التصعيد السلمي أو من طرق التصعيد السلمي هي عملية قطع الطرق وحرق الإطارات لقطع الطرق، هذا من وسائل التصعيد السلمي بالنسبة للتظاهرات. طبعا بالنسبة لهم هذا الموضوع وطبعا الإضراب العام. دعونا نشاهد أنه قال بأنه شكل جميع الحكومات العراقية بعد الاحتلال الأمريكي بتدخله بشكل مباشر أو غير مباشر، فلنشاهد. شنو الجديد؟ من آيات علاوي واليوم كل حكومة تشكل، إذا مو مقتدى ما تشكل. أنا أقول لك بس هسه بموافقته او مو موافقته، بس ما تتشكل اذا ما تدخل بصوره او باخرى. مرات تدري ايش اسوي؟ اقول ما اريده حتى هم يريدوا ويصير. واضح؟ كنوع من التدخل. اذا ما تدخل ما تمشي. ولذلك سكتت درسي بقوم درسي بقوم، ما تدخل الى متى؟ زين هاي بعد يجوز سنتين تجرها الاحداث. تدخلت شويه هيك شوي جدحه صغيره يعني شويه مشت الامور، ما ادري راح تكمل تمشي ما تمشي ما اعرف. احنا ترى مو بس الشيعة فاسدين، سياسي الشيعة مو بس هم الفاسدين، اكو هواي اطراف اخرى من غير الشيعة هم فاسدين، هم يحتاج لهم جرت اذن شوي. كل حكومة اذا مو مقتدى ما تتشكل. الشعب خرج لاسقاط هذه الحكومات الفاسدة وهذه الاحزاب التي سرقت خيرات العراقيين ودمرت البلد، وباعترافه انه طرف اساس بل هو المشكل لها كما اعترف. إذن هو أساس من أسس الخراب وأسس الفساد الموجودة في العراق باعترافه هو.
معنا ابو فاطمه من النجف، تفضل يا ابو فاطمه، حياك الله. الله محييك اخي محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كافه الاخوه بارك الله فيك. اهلا وسهلا. مداخلتي هي عن المجرم مقتضى الصدر. يعني اهل النجف يعرفون هذا الرجل المجنون في 2004. وانا اتمنى بس من قناه الرافدين ان يعني تخرج لنا تقريرا ماذا كان يعمل بال 2004 عندما اسس محاكم التفتيش، والموجود ان شاء الله اذا ترغبون ارسل لكم عندي. نعم ابو فاطمه، بس 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 جمله صغيره عفوا، بلا تجاوزات. نعم. على الشخص نحن نتحدث وننتقد سياسات، يعني هذه الأوصاف أرجو أن نبتعد عنها قليلا. ماذا وصفت أخي محمد؟ ماذا قلت عنه؟ يعني الرجل المجنون هذا الآن يعني. هو معروف أخي. نعم. هذا هذا الرجل معروف، هو رجل مجرم، رجل يعني هو يعني الكل أن يعرف القاسي والداني يعني. نعم. في 2004 قام بقتل الناس وبتعذيب الناس وبالاعتداء عليهم، وأهل النجف يعرفوا جيدا. هو يتكلم عن انتقاده لحرق الإطارات وغيرها. نعم. وكذا ولا طيب ماذا فعل جيش المهدي في 2006 و2007 عندما تم حرق أكثر من 150 مسجدا في العراق؟ نعم. يعني ماذا، حتى الجرائم موجودة موثقة صوت وصورة، قتلوا المحامين الذين كانوا يدافعون عن صدام حسين، قتلوا الشعراء الرحيم المالكي، قتلوا هادي المهدي في الكرادة. نعم. يعني الجرائم كلها في حقه مثبتة. نعم. فنحن يعني نقول لمقتدى ونحن نعتب على الذين يتبعون هذا الرجل أخي الكريم. ثم يناشد آني يعني أخوتنا في جميع المحافظات أنه الأخي لابد أن نصعد من ليس فقط المظاهرات، وأن لابد أن نصعد من قضية العصيان المدني. يعني الدوائر الدولة لابد أن لا يذهب لها أخي الموظفون، لأن هذه هي في صالح هؤلاء وفي صالح الحكومة وكلها يعني عبارة عن عصابات ومافيات داخلة في الوزارات أجمعها، فتدور عليها الأموال وتدور على هؤلاء الناس الذي ولاهم إلى وأخيرا أقول أخي الكريم، نحن أهل العراق الأصلاء. نعم. عندنا أخي في النهاية أقول عندنا الآن توجيه، وعندنا الآن يعني خطة لفضح هذه. أقول لك بصراحة أهل الصدر ليسوا من العراق، ليسوا عراقيين. مو موضوعنا يا أبو فاطمة، مو موضوعنا أخي هذه حقيقة، لأن ولاهم ليس للعراق أخي، ولاهم هم مقسمين في لبنان وغير لبنان، أتوا للعراق في زمن الدولة العثمانية، ليسوا عراقيين. لابد أن نركز على هذه النقطة ونوضح هذا الرجل. نعم سيد أبو فاطمة، وضحت الفكرة. أنا أشكرك، كنت معنا من النجف. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل. الله يحفظك، تحية لك أستاذ محمد، تحية للقناة، تحية لكادر القناة، تحية للشعب العراقي، تحية للمستطيل، ونحيي الثوار العراق الشرفاء، ولو قلوبنا يا أستاذ محمد معاهم، والله ونحيي ثورة العراق وكل محافظات العراق نعتزها. نعم. والفرج إن شاء الله قريب، ونحيي كل المتصلين على رأسهم أبو فاطمة من النجف. نعم. ونحيي والثورة إن شاء الله. أما بالنسبة لهذه حكومة ندين بكل الجرائم التي تقودها عصابة إيران بالعراق، حضر اليوم جريمة جديدة، اليوم ساقت جريمة جديدة لسجل الإجرام المعروف، وهي أخطر من الفيروس وأخطر من كل مرض، ولا يرتاح العراق إلا بسقوط هذا النظام وعمايم وإجرام. بالنسبة لهذه الميليشيات الإجرامية، هي لن يستقر وضع العراق إلا بسقوط هذه الميليشيات وعودة العراق إلى دوره الطبيعي المشرف. شكرا جزيلا لك يا ابو فيصل، كنت معنا من السعوديه. معنا السيد رياض من امريكا، تفضل يا رياض. السلام عليكم، تحياتي لك يا السلام محمد. الله حياك الله، اهلا وسهلا. والى قناتكم الموقره، قناتكم البطله والمجاهده. حياك الله. الاخ محمد، طبعا هذا مو غريب علينا، القمع. نعم. والقتل والخطف جاري. نعم. الحرامي مو بسهوله ان يترك الكرسي. نعم. لانهم مجرمين وفاسدين، والفاسد لا يتفاوض. نعم. من اول بدايه المظاهرات والى الحد الان
نفس الجرائم ترتكب. السبب هو عدم ضوء أخضر من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية. نعم. لأن هذه المنظمات الدولية منظمات فاسدة هي التي دمرت العراق. نعم. كل شهيد عراقي الأمم المتحدة مسؤولة وحقوق الإنسان أيضا. نعم. فمثل ما قلت سابقا يجب على المظاهرين أن يتجهوا إلى المنطقة الخضراء ويسيطروا على كل مكاتب الدولة. وشكرا لك محمد. شكرا جزيلا لك سيد رياض، كنت معنا من أمريكا. معنا أبو عبد الله من لندن، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، بخصوص مقتدى الصدر. نعم. وميليشياته وميليشيا الصدر والبدر طبعا يعني هم يتناقضون تناقض شديد. يعني إنسان كيف يصاب بالخلل بالعقل من اللطم، من كثر ما تضرب دار مقتدى الصدر كثير يلطم على رأسه، صار عنده خلل في رأسه. يعني هو يخر بالفساد، يخر يعني تناقضاته، لكن نعم. المصيبة إنه يربط نفسه عقائديا بأهل البيت بالإمام حسين وإمام علي. أنا قصدي كيف تناقض، يعني منهج إمام حسين، يعني هم يقولون أن نحن على طريق الإمام حسين، فإمام حسين لا يرضى بالظلم، لا يرضى بالفساد، لا يرضى بالقتل، لا يرضى بتعذيب الناس. هو يعني يقر بأنه يعني إمام علي مثل ما قلنا، إمام علي رضي الله عنه يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. يعني جوعوا الناس، قتلوا الناس، يعني ناس يعني موت. وعراق أغنى بلد في العالم، فيعني كيف يعني هو يعني يربط نفسه عقائديا بإمام حسين وهو يقرب الفساد؟ يعني أنا ما أفهم، أنا أريد أفهم. يعني هذه مصيبة وكارثة. نحن الإسلام عندما يعني نحن مصيبتنا في العراق الناس يتبعون، يعني الله عز وجل يقول عندما يعني نحن كمسلمين عندنا كلام الله فوق الرأس. كلام الله يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون، أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا أو يهتدون. فالمصيبة في هؤلاء الجماعة، هؤلاء القوم، التقليد الأعمى. يعني أنت أبوك يصير في طريق خطأ، فأنت لازم أيضا في نفس المنهج. فأنا قصدي أخي محمد، إن شاء الله أنا أتوقع الناس بدأ يعني يفشل مقتدى الصدر الآن والعامري وكلهم، يعني الشعب العراقي عرفوا انهم مجرمين وكذابين وليسوا على منهج الامام حسين. شكرا جزيلا لك سيد ابو عبد الله، وضحت الفكره، اشكرك للمشاركه. مشاهدينا الكرام، نذهب الان الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. كان هذا الجانب الجميل جدا حقيقة من المشاركة الكبيرة جدا والزخم الكبير ليوم الخامس، مليونية 25 من شباط.
لكن هناك جانب آخر مشاهدينا الكرام، جانب محزن، جانب مؤسف أن نشاهده، ولكن هذا هو واقع الحال. ارتقاء شهيد في ساحة الخلاني ببغداد على يد القوات الحكومية وميليشياتها، فلنشاهد. طبعا المشهد كان صعبا جدا حقيقة، ولم نستطع ولا نستطيع أن نعرض المشهد بصورة، أو يعني لا يجب أن نخفي أو نخفي هذه الدماء وشكل الرأس حقيقة، بعد أن أصيب المتظاهر بهذه الإطلاقات الحكومية التي تستخدم طبعا القوات الحكومية والميليشيات كافة وعلى الأسلحة. ونشاهد أيضا مع حضراتكم للتأكيد على أن هذه القوات الحكومية والميليشيات الداعمة لها ليست لحماية المتظاهرين بل لقمعهم. شاهدوا بشكل مباشر يتم إطلاق الرصاص على المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد. هذا رمي حي فوق المسدس. طبعا أيضا هناك مقطع لاستشهاد متظاهر آخر في ساحة التحرير في العاصمة بغداد، فنشاهد. أضربه أضربه أضربه. ضربه براسك قتله. خرب. قتله. قتله براسه. قتله. قتلي. لعل على والديكم باع القمع. كما تابعنا مشاهدينا الكرام، بهذه الطريقة يتم قمع المتظاهرين السلميين الذين يخرجون للمطالبة بحقهم المشروع باستعادة هذا الوطن. سيد مصطفى من مصر، تفضل يا مصطفى. أيوة، السلام عليكم يا دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو سيد مصطفى، أنا لست دكتور، تفضل حياك الله. نعم دكتور، يعني يا دكتور محمد يعني استاذ، يعني معناها بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. وانت احسن الله يخليك. 100 مليون دكتور. الله يبارك فيك ويسلمك. الله يكرمك. اسمح لي اولا نحيي ثورتنا المجيده ونحيي اهالينا ونحيي المليونيه الضخمه، ونترحم على ارواح شهدائنا الله يرحمكم ويحسن اليكم، واشفاء لاخواتنا الجرحى والاشفاء لاخواتنا الاسرى. اما سيدي بالنسبه لتصريح مقتدى القاضي، يا سيدي تصريح عنصري طائفي تحريضي، يعني جريمة الإنسانية. إنك تحرض على شعب يقتل بعض ببعضه عشان أنت عندك مرض نفسي أو عنصرية في دماغك، فإحنا لا نقتنع بيك ولا نعترف بكلامك، وندعو كل من يؤيده، أيد العراق، أيد وطنك، أيد وطنك يا أخويا، أنت أخويا حبيبي مني، أيا كان دينك أيا كان مذهبك. والله العظيم ثلاثة، إحنا عقلنا سني وقلبنا شيعي وكبدنا كردي ويزيدي ومسيحي وصبيعي، وكل هي دي الحقيقه. هي دي الحقيقه بدون تزوير. احنا ما عندناش مناصب عشان ندور ولا فلوس، الحمد لله نظيفه. فاخواننا يعني قدر المستطاع، قدر المستطاع اللي بيطلع التصريح ده، يعني انت مثلا يعني انت شغال في الناس، يعني بتحب الدم مثلا، يا اخي ارحم البشر، يا اخي ارحم البشر، خاف الله، خاف الله، خاف ربك سبحانه وتعالى، ربنا اللي خلق الارض والبشر، مش انت. انت بني كده، بني سلطه وبني صفه، يعني تحرر بالطريقه المؤذيه دي، ليه كده؟ ليه كده ما كفكش جميع مئات الملايين يا اخي؟ خاف الله، خاف الله وتوب الى الله، ربنا يكبر توبتك. سيد مصطفى، انا اعتذر منك واشكرك ونكتفي بهذا القدر، لانه لدينا متصلين يرغبون بالمشاركه معنا. ايضا مصطفى لكن من بغداد هذه المره، تفضل يا سيد مصطفى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، شلونك اخوي؟ حياك الله. اهلا وسهلا مصطفى، تفضل. والله اني اول شيء احيي قناه الرافدين البطله، حياك الله، صوت الشعب العراقي. نعم. وشغله ثانيه اريد اقول انه اليوم بالمتظاهرات، يعني الشغله الاولى احنا ما مسويين شغله يعني صعبه قدام العالم. نعم. قدام الشغب. شرف لنا وشرف جميع العراقيين المتظاهرين السلميين. نعم. طلعنا واجهناهم بشالين علم العراقي فقط لا غير.
واجهونا بالطلق الحي، ورسلت لكم هاي مقطع وراويته لكم تصويري. واثنين وقعوا قدامي، واثنين بعد ساعات تقريبا 3 ساعات او 4 همين وقعوا. وانا يعني صوبت بس تصويبه خفيفه الحمد لله والشكر. الحمد لله على السلامه. ومن عدا اللي صوبوا الله يسلمك رحمه الله والديك. والديك. ومن عدا اللي صوبوا بالدخانيات وطلق النار يعني اصابات حيل هواي تقريبا بهم عشرات. هذا حضرتك حضرتك مساحة الخلان يعني وصلني. اي هو مساحة الخلاني هاي التصوير اللي يعني رسلت لكم اياه مساحة الخلاني. واصابات حيل هواية. الله يشافي الجميع يا سيد مصطفى، ونتمنى لكم السلام ان شاء الله، ونتمنى ان تستمروا بثورتكم من اجل تحقيق المطلب وهو استعادة هذا الوطن يا مصطفى. نشكركم ودير بالكم على نفسكم ان شاء الله، الله يبارك بكم. طبعا كم لدينا وقت؟ طيب نشاهد ايضا من المقاطع مشاهدينا الكرام. لدينا في محافظة القادسية تظاهرة حاشدة الى ساحة اعتصام الحبوبي وسط مدينة الناصرية لإدامة زخم التظاهرات، وردد المتظاهرون هتافات رافضة لمرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي وحكومته المرتقب تمريرها من قبل الكتل السياسية في البرلمان، وأخرى تؤكد على مواصلتهم بالتظاهر السلمي حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين. فنشاهد. مشاهدينا فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل. أحد المشاركين يقول عندي مقطع فيديو أرجو الحفاظ على خصوصيتي. طبعا الجميع لمن لا يرغب بإعطائي معلومات عن نفسه أكيد نرجو إرسال المقطع على الواتساب. يقول ليش الرفض المن مخلين رقم الواتساب؟ رقم الواتساب لإرسال الرسائل النصية، الرسائل المكتوبة فقط. هذه الخدمة عزيزي المشترك غير متاحة للاتصال، هذه الخدمة فقط لإرسال الرسائل المكتوبة النصية. شكرا جزيلا لك، وننتظر منك المقطع حتى نطلع عليه. في قراءة سريعة للرسائل الواردة، حيدر يقول أحب أوصل صورة من خلال قناتكم الشريفة، مقتدى الصدر راد يخرب المظاهرات وقال أدعوكم إلى عدم المشاركة في المليونية بس ما قدر، واليوم توافد كبير على عناده. في رسالة تقول السلام عليكم أستاذ محمد، أنا أم علي من ذي قار، مليونية 25 إشباط صرخة بوجه الظلم والفساد، والمتظاهرين لن يتراجعوا ما لم يعود الوطن وتتحقق كل المطالب. رسالة تقول تحياتي لك ولكادر قناة الرافدين محمد علاوي وجماعته والوزارة مالته، كلهم جايبين من بريطانيا أو جايين من بريطانيا، ليس لها أي تحكم ولا تحمل المسؤولية، كلهم كذابين ليس لديهم حق. رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل، رسالتك طويلة يا سيد أبو حاتم، باختصار شديد يقول بعد التحية ليس أمام المتظاهرين والشعب العراقي سوى الزحف السلمي إلى الخضراء وكنس جرثومة الخضراء والعملية السياسية. سيد مبروك من الإمارات أيضا رسالة طويلة نختصرها، يقول الثورة مستمرة والمليونيات تتواصل رفضا لمحمد توفيق علاوي وللأحزاب ولقمع الميليشيات للمتظاهرين السلميين. رسالة تقول طويلة جدا ليست في الموضوع لن نقرأها. مساء الخير قناة الرافدين صوت الشعب، اليوم مقتدى الصدر الفاسد يقول أنا أبو الشعب، إذا أنت أبو الشعب ليش تضرب المتظاهرين وتقول هاي قرصة إذن؟ إذن كل شهيد في المظاهرات هو برقبة مقتدى الصدر. السلام عليكم، أنا خالتكم محسن عراقية مقيمة بالأردن، الله ينصر العراق، قلوبنا وياكم وإحنا نشوف أخباركم أول بأول، والله وياكم أحسن من الكل ونعم بالله. في رسالة تقول السلام عليكم، رسالة غير مفهومة مكتوبة بصيغة حقيقة ضعيفة لا أستطيع فهمها حتى أقرأها، أعتذر جدا
ياسامي من هولندا. طيب تحية لقناة الرافدين صوت العراقيين الأحرار، اللهم احفظ العراق والعراقيين من فيروس كورونا، أبو علي من المحمودية. شكرا يا أبو علي. أحد الإخوة أرسل تسجيل صوتي غير متاح قراءة استماع إليه. في رسالة طويلة أيضا نختصرها، بالنسبة لمقتدى الصدر وما قال فهو بحد ذاته اعتراف، واعتبر هذا اللقاء الذي أجراه هو إشارة لحوبة دماء الشهداء لكي يفضح الله ويفضح ميليشياته القاتلة على لسانه، فهم عبارة عن قتلة وسراق. رسالة: السلام عليكم، مقتدى الصدر رجل مريض، من الممكن عرضه على لجنة طبية لأنه لا يقدر يصوغ جملة مفيدة، كل دقيقة يتقلب في إجابته. رسالة تقول: السلام عليكم، اعترف أحد الإيرانيين في لقاء صحفي أجرته معه صحيفة الوطن الكويتية قبل سنوات أن عوائل الصدر والحكيم وبحر العلوم هي عوائل إيرانية. في رسالة أبو حازم من الأحواز يقول: تحية لثورة تشرين. في رسالة أيضا أحمد من بغداد يقول: باكر موعدنا، ممكن تتكلم عن ضرورة لبس الكمامات في المظاهرات لأنها تجمعات؟ طبعا هذا الموضوع خطير جدا في ظل انتشار فيروس كورونا، والاحتياط واجب جدا، وحقيقة نتمنى من الجميع الانتباه إلى هذه الإجراءات الاحتياطية والاحترازية الضرورية جدا للوقاية من فيروس كورونا. أبو لواء من ألمانيا يقول: لماذا يرفض اتصالي؟ لم يرفض ولا يرفض أي اتصال يا أبو لواء من ألمانيا، ممكن الخط مشغول، ممكن الخط عندنا خطوط العراق فيها مشكلة دائما، فيعني نعتذر إذا لم تستطع التواصل معنا، ونتمنى منك المشاركة إن شاء الله في القادم. في رسالة تقول، أرسلت لنا مقطع حقيقة إحدى المشاركات، واليوم هذه السرايا أخذوا قتلوا وكسروا أسنانه، هددوا لأنه غنى أغنية ذيل لوقي قبل فترة، الاعتداء على أحد المتظاهرين للأسف الشديد. طيب آخر رسالة سريعا جدا، أحب أوجه رسالة للي يقول جرت إذن للمتظاهرين، وين كنت لما حصروك الأمريكان بالإمام علي؟ شكرا جزيلا العويسي من الأردن. أشكر جميع من شاركوا، مشاهدينا الكرام وحضراتكم لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.